في سباق الرئاسيات الأمريكية اتهم تيم وولز وهو حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح لمنصب نائب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قال عن غريمهم الجمهوري دونالد ترامب، اتهمه بالمسؤولية المباشرة عن الفشل في التعامل مع جائحة كورونا بين فترة رئاسته وما تبع ذلك من نقص في المواد الغذائية وتدهور في الاقتصاد وانتشار للجريمة. As governors, he froze during COVID. عندما كان حاكما تجمدت حياتنا خلال فترة كوفيد ووضعنا تحت جوع شديد أدى لصراع داخل البلاد لتأمين الاحتياجات الأساسية للحياة، ما أدى لوفاة أحباء لنا، كما ساهم فشله في تلك الفترة بتدهور الاقتصاد وارتفاع الجرائم. The statistics and the facts are clear about this. Violent crime was up under Donald Trump. في المقابل دعا الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب دعا المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى المناظرة متعهدا بهزيمتها، كما حدث في المناظرة مع رئيس جو بايدن على حد قوله. لسنوات أعطى عدم الكفاءة العقلية لجو بايدن حرية كاملة لفرض أجندته الليبرالية المتطرفة على أمريكا. تم فتح جو بايدن أثناء المناظرة، وبالمثل سيتم فتح كامالا أثناء المناظرات، ولكن حتى الآن ترفض هي المناظرة. نريد أن نجري مناظرة.